خلينا نروح دلوقتي لحاجة تانية، ومحافظة قنا اللي بتشهد تنفيذ أول حقل إرشادي لزراعة قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل والري بالتنقيط. طريقة الزراعة دي بالشكل ده بتستهدف ترشيد مياه الري بشكل كبير، ده بجانب زيادة إنتاجية فدان القصب. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا عبر الهاتف المهندس أيمن كمال، مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بقنا. صباح الخير عليك يا فندم. يا صباح الفل، اهلا بيك. يعني انا معلوماتي عن الزراعه متواضعه شويه، فحب حضرتك تقول لي يعني ايه زراعه القصب باسلوب الشتل. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين، ومصر كلها بخير ان شاء الله. حضرتك بألف خير. الله يخليك. احنا بس عايزين ندي نبذه بسيطه كده عن محصول القصب في محافظه قنا. يلا بينا. يعني احنا محافظه قنا طبعا هي الاولى من حيث المساحه بالنسبه لمحافظات القصب. يعني احنا بنزرع حوالي 120 الف فدان من اجمالي مساحات منزرعه على مستوى الجمهوريه، حوالي 325 الف فدان. يعني نسبتنا احنا في محافظه قنا حوالي 38% من اجمالي المساحه المنزرعه على مستوى الجمهوريه. كم في المية؟ طبعا محافظه قنا محافظه رائده ومحافظه كبيره بالنسبه لمحصول القصب. يعني احنا عندنا ثلاث مصانع سكر ومصانع كبيره، يعني مصنع نجح حمادي ومصنع دشنا ومصنع قوص. محافظة قنا فيها يعني مساحات منزرعة على 120 ألف فدان بتدينا حوالي 3 مليون طن قصب. ال 3 مليون طن بيدونا حوالي 300 ألف طن سكر. هايل. 300 ألف طن سكر، يعني إنتاج عالي برضه محافظة قنا يعني. يعني خلينا نقول محافظة قنا ليها النصيب الأكبر تقريبا. محافظة رائدة في ومحافظة كبيرة جدا بالنسبة لمحصول قصب يعني. صحيح. محصول رئيسي في المحافظة يعني. طب احنا برضو ما فهمناش ايه وجه الفرق بين الزراعة بالشتل وبين الزراعة العادية للقصب، يعني هل القصب كان كثيف؟ يعني في الكلام هجي لك، بس انا بدي نبذة بسيطة كده ساعتك يعني. تمام. الله يكرمك يا باشا. هو احنا بدأنا عملية تطوير زراعة محصول قصب عندنا احنا في محافظة قنا من سنة 2020. بدأنا في الزراعة، كان في عندنا شتلات جاهزه، يعني مصانع السكر انتجت شتلات القطاع الخاص اشتغل من ساعه التوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا لما اتكلم عن محصول قصب ان هو يتزرع بالشتل وري بتنقيطه ويتم تطوير زراعته يعني. طبعا توجهات وزير الزراعه طبعا بدانا نزرع مساحات بالشتل، وبدأنا يعني نشتغل من سنة 2020 و2021. وطبعا توجهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد دكتور السيد القصير، طبعا كان في أوامر أو تعليمات باختيار حقول نموذجية إرشادية علشان يعني المزارع يشوف بعينه ويقتنع يعني. فاحنا بدانا نختار مساحات، يعني اخترنا مساحه في محافظه قنا في مركز قنا في ناحيه المخادمه، وبدانا حطينا ايدينا عليها، ومساحه طبعا على طريق مصر اسوان عشان ايه المزارع يبقى يعني مجرد الرؤيه ويشوف الحقل كده في من على الطريق. وطبعا مساحه مستهدفه داخل الزمام، ودي مساحات كبيره جدا عندنا بتمثل جزء كبير جدا في مساحات القصب اللي احنا عايزين ننهض بيها يعني. طبعا احنا عندنا اخترنا المساحه وعدينا المساحه جيد جدا من حاره سطحي وحاره تحت التربه والتسويه بالليزر، ومعانا رجل محاصيل سكريه بتمويل شتلات. انا بس عايز اوضح حاجه يا باشمهندس. المشاهد ومش المشاهد برضو، انا شخصيا كمان ويمكن بس انت كمان، احنا مش فاهمين قوي المصطلحات. الفرق ايه يا فندم؟ يعني انا استفدت ايه كدوله؟ وفرت ميه، عملت عشان بس ايه كده بسيطه. فضل. عن الحقل الارشادي، لان انا بدات منه ان انا هتبتدي يعني انشر الفكر يعني على عند مزارعين القصب. يعني عندنا المميزات احنا بالنسبه لطريقه الشتل دي عن الزراعه العاديه. سعادتك الزراعه العاديه النهارده الانتاجيه لما يكون المزارع بيزرع زراعه تقليديه بينتج حوالي 35 طن. تمام. دي النهارده لما بطور الزراعه وبستخدم شتلات القصب وبستخدم الري بالتنقيط يعني. طبعا في عندي بيبقى في الزراعه بالشتل
بتديني نسبه تفريع اعلى، يعني بيبقى الجوره الواحده او الشتله الواحده بتديني عدد تفريع من 15 ل 20 عود في الجوره الواحده. يعني كم طن؟ وده طبعا بيديني انتاج اعلى، يعني لما بكون انا مثلا مش هقول سعادتك 20 عود، لا انا هقول لك مثلا 15، يعني 15 عود، والنهارده انا بزرع الفدان ب 8000 شتله، اذا انا عندي عديت ال 100 طن لو انا حسبت، يعني لا انا لو حسبت حسبه كده 8000 شتله هقول في 10 عيدان في الجوره الواحده هيديني حوالي 80 طن. من 35 ل 80 التفريع الاعلى اللي هي بتديني انتاج اعلى. ايوه. المزارع لو اقتنع طبعا وشاف بعينه، واحنا عندنا الحقل الارشادي النموذجي، والمزارع انا عملت ندوات ارشاديه وجبت مزارعين عشان يقتنع المزارع ويشوف ويعمل زي كده برضه، لان المزارع مش هيقتنع الا لما يشوف بعينه. صحيح. فانا يعني بدانا في الحقل ده وكانت فعلا نسبه التفريع عاليه جدا من 10 ل 15 عود في الجوره الواحده، وطبعا اتبعنا اسلوب الري بالتنقيط، وده فيه ترشيد استهلاك ميه كبير جدا. يعني ممكن يوصل 50% او يعني من 40 ل 50% نسبه توفير الميه اللي انا رشدتها من استهلاكي عن الزراعه التقليديه العاديه. الزراعه التقليديه العاديه يعني يا استاذه بسنت يعني بتستهلك معايا حوالي 12 ل 13000 متر مكعب في السنه. باشمهندس ايمن، ازاي بتوضح الاهميه دي للمزارع؟ يعني ازاي بتجيبوا كده المزارع تفهموه اهميه انه دلوقتي احنا عندنا ندره في الموارد الكوكب كله، يعني فاهميه التنقيط ايه والزراعه بالتنقيط، ازاي بتتكلموا مع المزارعين في حاجه زي دي؟ احنا عملنا ندوات ارشاديه في الحقل الارشادي اللي احنا عاملينه النموذجي ده. وطبعا بتمويل من مجلس المحاصيل السكريه. وبدانا عدينا مع معهد بحوث المحاصيل السكريه عن طريق الباحثين، وجونا الباحثين ومهندسين مديريه الزراعه. وبدانا نستقبل مزارعين، وطبعا على حساب المجلس جبناهم عندنا في الحقل ووريناهم الحقل بالظبط ايه اللي بيحصل بالظبط من اعداد الحقل من حاره السطح لغايه ما وصلنا وشاف القصب بعينه. شرحنا لهم بالظبط ايه اللي بيتم يعني. والانتاجيه هتزيد كام طن من 35 من 60 ل 70 طن او 80 طن، يعني هيبقى فرق كبير جدا كبير جدا. والمزارع النهارده لما بيشوف بعينه بيقتنع. النهارده لما جبناهم حوالي يعني اكثر من 75 مزارع على مستوى المحافظه وكبار الزراع اقتنع، يعني وشاف بعينه واقتنع، يعني شاف التجربه. كانت يعني انا عايز اقول برضو مميزات ثانيه بالنسبه للزراعه بالشتاء، يعني واضح ان هو فعلا في مميزات كتير، ولكن ابرزها يا باشمهندس ايمن ان حضرتك بتزود الانتاجيه، واعتقد ان حضرتك اتكلمت كويس جدا على هذه التفاصيل ووضحت كمان هذه النقاط ل 75 مزارع من مزارعي قنا اللي راحوا شافوا فعلا الفرق بين اسلوب الشتل والاسلوب العادي. بنشكرك المهندس ايمن كمال مدير عام إدارة المحاصيل السكرية بمحافظة قنا.